من هذا المكان غير المألوف وبهذا اللباس غير المألوف نقدم لكم حلقة جديدة غير مألوفة أيضا من أبعاد أخرى. أنت رايج اليوم بس ما يخالف. وقفت البرنامج ببيان غريب. إنقاذا للعراق وحتى لا يحترق العراق. وعلى أساس هاي الحكاية إيش راح يصير؟ راح يرجع البرنامج يوم الجمعة الجاية. نكون أنت عندك يبدو سلوك سياسي أيضا من خلال البرنامج. البرنامج هو عبارة عن تجميعة لأفكار الشباب وأصواتهم. أهلا وسهلا مرة ثانية. أهلا بيك حسام. بدينا انتهينا. قبل ما بدينا وانتهينا. ايه؟ شنو رأيك بالأكل؟ عشت إيدك. أبغاك راح أوفي الموضوع. والله العظيم راح أعملك مني. إحنا ما عندنا مؤسسات. اللي موجود هو عبارة عن كل شيء مرتبط بالسياسيين بطريقة ما. سلطات. هواية مكاتب مفوضية بالعراق، كل شيء هواية مكاتب، إذا مو أغلبها. أغلب الموظفين بيها تابعين لجهات سياسية، هذا من تقعد مثلاً هو يشتغل بفلان جهة سياسية، هذا من راح يقعد بيوم الانتخابات، راح يكون نزيه ويقول لا والله أنا سوري أنا كتلتي خسرت اللي أشتغل منها واللي تعطيني راتب واللي تدعمني واللي جابتني هنا، هذا مو منطقي يعني. بشنو تلخص رغبات تطلعات هذا الجيل العراقي من تحديداً؟ أريد يصيرون مثل الشباب اللي برا. مثل أي شاب في أي مكان بالعالم. التعامل ويا القنوات العراقية صعب أحمد؟ صار شبه مستحيل، مو صعب. يعني أتفهم الضغوط اللي عليهم لأنهم مو سهل الموضوع أنه يعرض هذا البرنامج بهاي الحرية بهاي المساحة على واحدة من القنوات العراقية، ممكن بسهولة يصير عندهم تماس كهربائي. هل لقيت تهديدات أمنية لحياتك؟ محاولتين اغتيال فاشلة في أحد البلدان. تم تفشر بالبرنامج؟ إيه طبعاً يعني طلعت شنو؟ ويعني هو نمط حياتك هذا تفشر على الناس؟ لا هذا تعرفني وأنا حاجي إنه نادراً جداً بس هذا موضوع سياسي ولما تقعد تحكي بيه أنت بحرقة قلب إيه؟ تطلع من عندك أشياء يعني أنت شو تسوي يعني مثل الكهرباء مثلاً عليك كنت قاعد تلعب بلاي أو دنيا باردة وواصل إلى مرحلة معينة وبعد شوية تقتل الوحش تطفي الكهرباء عليك. شو تسوي بربك تقول يا لني من مؤدب؟ لا ماكو شيء هالشيء يعني. انت بعدك تلعب بلاي وتقتل وحش حد الان؟ طبعا حد هاي اللحظه؟ طبعا. اوكي ممتاز.